إنه كل قطعة تحمل روح من نور، تحمل شيء من نور، حتى لو غادرت الحياة يوماً ما يبقى العالم يتذكروني يقولون هاي نور صنعتها. أنا نور عراقية من سكان مدينة الموصل، عمري 24 سنة. التحدي اللي واجهته كان من انتقلنا من مدينة الموصل إلى أربيل، كنت أحس بفراغ، وحدة وغربة داخلية، الأمر اللي خلاني أتوجه للكروشيه. بعدها كملت كلية وقدمت كحال أي طالب للطلب للحصول على وظيفة، بس تم رفضي. وهنا بديت أفكر إنه ليش ما أتجه لشغفي، شغفي القديم. بدايتي كانت تعليم ذاتي باليوتيوب قبل 6 شهور. كنت أجرب أول شيء فواصل الكتب، عملتها صارت بموديلات كثيرة. بعدها بديت أتحدى حالي إنه ليش ما أعمل قواعد كوب مثلاً بأشكال كثيرة. وبعدها قامت تتنوع الأعمال لحد ما وصلت لتصميمي الشخصي. بديت مشروعي أول شيء بمبلغ 10 دولارات فقط، أو حتى ممكن أقل. هاي ميدالية الحروف. أعمال أخرى أكو تاخذ أيام، هذا الشال أخذ 2 أسبوع تقريبا. الكروشيه يحتاج شغف وحب وصبر كثير، هو عملية تحويل قطعة ما بها روح ولا أي حياة إلى أعمال أخرى. تاريخ 1/1/2020 كانت أول طلبية للإمارات، ومن بعدها بديت أشتغل بالعراق ولكل مكان، وحالياً عندي طلبية للكويت. إنه المشروع صغير حلم كبير، والحمد لله يتوسع وصار عندي زبائن. هذا القطعة الأكثر طلباً بالمتجر، كثير ناس يحبونه. هذا مو مجرد فيل، هذا شخصية من شخصيات روايتي المفضلة، الفتى المتيم والمعلم ليف شافاق. هذا كان بطل اسمه الفيل شوتا. ومن خلصت الرواية قد ما تعلقت بالشخصية وحبيتها، قلت مستحيل أتركه، لازم أجسده بشيء يبقى حولي. كان كثير أكو انتقادات من البداية وحتى الآن أواجهها، الصورة النمطية للصوف إنه جدة كبيرة أو عجوز أو ستي بس تشتغل الأشياء، فكانوا من يشوفوني أشتغل بالحياكة يقولون نور أحسك عجوز، أنت 24 سنة ليش توجهتي لهالشيء؟ كل شخص عنده موهبة، مستحيل الله خلق شخص بدون أي شيء. فيومياً إحنا نصحى أكو فرصة جديدة، لا تبقى تتحجج بالظروف أو تقول ما عندي إمكانية أو شيء. أنا ببساطة بديت مشروع من اللاشيء، والحمد لله وصلت ما وصلت إليه اليوم.